حول الكرة بعد ذلك إلى مصلحة الرفاع. محمد عز حول الكرة إلى الأمام مصلحة رضاوي. رضا السيد عيسى فيها جول. رضا السيد عيسى يسجل الهدف الأول وللمرة الأولى على طريقة الحمامة يطير الرفاع بالهدف الأول من بداية هذا اللقاء. الكرة جاءت عرضية وبعد ذلك جاءت الابتسامة من علي عاشور. الرفاع ينجح في تسجيل الهدف الأول في منتصف أرضية الملعب أمامية الآن داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي في تسديده. يا السلام يا لروعة الهدف الجميل. عبد الله جاسم يسجل هدفا ولا أروع. استلم الكرة سدد الكرة على طول في الشباك على يمين حارس المرمى عبد الكريم في الفردان وهدف رائع من عبد الله جاسم من خلال شوط المباراة الأول فقط في الدقيقة الأولى. رفاعية مرة أخرى البحث عن كرة داخل منطقة الجزاء لها إلا هذا الرجل كوميل الأسود بتحية إلى الجمهور الرفاعي. الرفاع يتقدم للمرة الثانية بأقدام كوميل الأسود يظهر مجددا في ليلة المشاركة في الصدارة من كوميل وبتمريرة بينية رائعة وثنائي خطير محمد مرهون وكوميل الأسود تمريرة جميلة. جاسم يمتلك الكرة المحاولة موجودة في تقدم رفاعي المحاولة خطيرة الآن نزلت الثالث. يا لها من كرة جميلة من داخل منطقة الجزاء وهذه المرة الدور على محمد جاسم مرهون في التسجيل. يأتي بالتحية من الجمهور الرفاعي تناقل كرات جميلة بالنسبة للرفاع. هذه المرة الدور يأتي على محمد جاسم مرهون في هز الشباك في الكرة الماضية 3 أهداف للرفاع. إلى باقر العصفور الأهلي يهاجم رأسية من السيد تعود مرة ثانية إلى جمال محاولة خطيرة ثانية. السلام النصر الأهلاوي يعود مجددا إلى المباراة. الضغط الكبير بالنسبة للنادي الأهلي وجمال راشد بالخبرة الكبيرة سجل هدفا أهلاويا ثانيا يقلص من خلاله نتيجة المباراة. هدف جميل من جمال راشد ضغط أهلاوي كبير في هذه الآونة. يا لها من مباراة يا لروعة هذه المباراة.